رب يرد يا رب يا رب استرها معانا، انت عارف انا غلبان. ايه يا ريس مش بترد عليا ليه؟ عايز يا ممتاز؟ مفيش، انا بتصل بيك بس بقالي كام يوم عايز اطمن على الريس. انا كويس يا ممتاز. بص بقى، موضوع الخصم اللي اتخصم لك دوت هو مش هيتشال، وانت عارف انا مخصوم للشغل ده ليه. عارف يا ريس عارف، عشان التأخير، وحقك والله العظيم حقك، فلوس الدنيا كلها تحت رجليك يا ريس. عايز يا ممتاز، عشان مش فاضيلك، عايز انام. انا بس يا ريس مستغرب فين اللايكاية اللي على البوست اللي انا كاتبه امبارح. لايكاية ايه يا ابني؟ بوست ايه؟ انا ما شفتش حاجة. شفتش حاجة؟ ده انا كاتب يا ريس اسف يا شركة ريد بول، اسف يا شركة باور هورس، بس مفيش حاجة بتديني طاقة غير ابتسامة المدير. اخلص يا ابني، في ترقية البوست ده انا حاسس. عايز يا ممتاز، عشان مش فاضيلك، عايز انام. طيب يا ريس من الاخر، انا جاي اكلمك في حالة انسانية، حالة انسانية صعبة، تسمعني؟ زي كل مرة. والله المرة دي مختلفة. طب ارغى ممتاز، خلص. عمل يا ريس، معمول لي عمل يا ريس. بص عمل. بص يا ريس، بص مكتوب ايه، الدنيا خربانة معانا يا ريس. بص مكتوب بالعريضة على صدر اهي الشغل، وبص مكتوب فوق اجي الساعة كام، اجي الساعة 10:30 يا ريس. اجي الشغل الساعة، احنا شغلنا الساعة كام يا ريس؟ الساعة 8. 8 اجي 10:30 اخش وان سابسوم، مكتوب ان سابسوم، ومكتوب جنب هنا بص يا ريس حب واصحاب والدنيا خربانة، ولا الاقي واحدة ولا الاقي اي حاجة يا ريس، ولا صاحب عدل ولا اي حاجة. وبص على صدري بالعريضة شغل اهي اهي على بالعريضة، اعمل ايه يا ريس؟ ده مش بمزاج يا ريس والله. لو انت عرفت الحالة اللي انا فيها هتشيل الخصم وتديني مكافأة يا ريس. بص يا ريس وعطيني النضارة، ايه ده دجال ده ولا مدرس جغرافيا اللي عامل لي العمل ده؟ مش قادر افهم. بص يا ريس عامل لي نضارة نظر، انا برضو بقول نظري ضعيف بقاله فترة، ما اعرفش فيه ايه يا ريس. وانت بالنسبة للشخبطة اللي انت حطيتها على الصورة دي هيخش عليا الكلام ده؟ شخبطة ايه يا ريس؟ ده عمل، مالكش في الاعمال قول لي، مالكش في الاعمال تقول لي اوديك لي دجال افهمك يا ريس. والله خلص عمل خلص. وفلوس، بص مكتوب فوق شهري فلوس، ولا لا اكل ولا لا واحده ولا لا صاحب ولا لا شغل، وبوصل متاخر وخصومات، وانت شاهد يا ريس على اللي بيحصل. طب انت عايز دلوقتي انا ريس بس يعني تتكرم وتشيل الخصم بعد اذنك، علشان انا كده حالتي صعبه. ان شاء الله ان شاء الله بكره الصبح لما تيجي في ميعادك عد عليا. ماشي يا ريس، الف شكر الف شكر يا ريس. الحمد لله الحمد لله. ابراهيم طلعت مارينا ايه؟ مارينيتي ايه؟ طيب ممتاز، مارينيتي ايه؟ يا ريس انت لسه ما قفلت ايه؟ ما تجيش بكره، ده هزار يا ريس، هزار بقى. مرفوض. سلام سلام.